بص عزيز للسكرتيرة وبعدين قال لشفكي: أظن الكلام اللي هيتقال مش هينفع نتكلم فيه هنا. ولا إيه يا شفكي هانم؟ دخلت شفكي المكتب وعزيز دخل وراها وقال: تحبي تشربي إيه هدي أعصابك؟ أجيب لك ليمون ولا نعناع؟ ولا ده ولا ده، أنا مش جاية أشرب عندك حاجة. أنت هتجيب من الآخر وتقول اللي عندك ولا أتعامل معاك بطريقتي؟ قعد عزيز وحط رجل على رجل وقال: أنا ما بقتش ضعيف زي زمان وراجع علشان آخد حقي. ضحكت شفكي وقالت: حق إيه اللي جاي تدور عليه؟ من إمتى الفيران بيطلعوا بره الجحور ويعيشوا مع الأسود؟ وقف عزيز وضرب الأرض برجليه وقال بغضب: أنا ما نسيتش اللي عملتيه زمان والحادثة اللي دبرتيها لأمي وكانت السبب في وفاتها. كويس إنك لسه فاكر، وفرت عليا أفكرك بيه. لو مالكش حاجة تخاف عليها يبقى خاف على روحك. عزيز أبو المجد ما بيخافش، وإنتي خلاص كبرتي، ما بقيتيش عندك القوة ولا السلطة بتاعت زمان. حتى لو راحت عليا فولادي لسه موجودين. أنا همشي يا عزيز، هو ده آخر تحذير ليك. لو سمعت اسمك تاني قريب من ولادي هتزعل قوي. خلصت شافكي كلامها ومشيت، وعزيز حدف الورق اللي على المكتب كله في الأرض وقال بغضب: أنا خلاص ما بقيتش أخاف من حاجة، والمرة دي يا قاتل يا مقتول. دخل منير وقال: اللي أنا شفته ده بجد ولا بيتهيألي؟ شافكي اصطياد كانت هنا بتعمل إيه؟ قعد عزيز وقال: كانت جاية تهددني. المهم عملت إيه مع كمال؟ أنا عاوزه في أقرب وقت، لازم يوافق إنه يشتغل معانا. ما تقلقش، هنقابله النهاردة في البار ووقتها نجس نبضه ونشوف. نهاية اسم الصياد مش هتكون غير على إيدي. وفي واحد من الكافيهات قعد خالد وقال: تحبي تشربي إيه الأول؟ مش هقدر أشرب حاجة، أنت كلمتني وقلتني إن الموضوع بتاع الوصل الأمانة خلاص خلص، هقولي عملت إيه؟ مد خالد إيده بوصل الأمانة وقال: أنا خلصتك من حوار اللي اسمه عزيز ده، وما تقلقيش مش هيتعرض لك تاني. ابتسمت نيرة وأخدت وصل الأمانة قطعته وقالت: خالد أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي، أنا عمري ما هنسلك وقفتك جنبي. خالد قال بحب: وأنا هفضل دايما سند وأخ لو احتجتيني في أي وقت. هزت نيرة راسها وعينيها كلها دموع وقالت: أنا عارفة ومتأكدة أنك هتفضل كده، بتمنى لو في يوم احتجتي حاجة ما تتردديش وكلميني. هزت نيرة راسها وابتسمت بأمل ومشيت. وبعد يومين دخل هارون لأوضة حلم وقال: عاملة إيه النهاردة؟ حلم ابتسمت وقالت: كويسة، أنا كنت عاوزة تليفون أكلم صاحبتي، أنا مرضتش أخليها تكلم حد. غير لما أسألك الأول. هارون طلع تليفونه وده الحلم اللي اتصلت بآلاء واطمنت عليها. وبعد ما المكالمة خلصت حلم قالت: البوليس سألها عني علشان التحقيقات. يا لهوي، وده كده يورطنا في حاجة؟ ما تقلقيش، هم عاوزينها تقول اللي حصل وده أمر طبيعي. عموما بعد يومين ممكن أبقى أبعت معاكم السواق وتروحوا للقسم وتحكي لهم اللي حصل، يعني كده مفيش ضرر عليها؟ أنا خايفة يتهموها بحاجة. لا ما تقلقوش، على فكرة يا حلم أنا جبتلك شنطة هدوم علشان لو احتجتي تغيري هدومك. كتر خيرك، قولي يا بنت لهارون بيه شكرا. حلم بصت لهارون وقالت: هو أنت بتعمل معانا كده ليه؟ ليه مهتم بينا قوي كده؟ ما اعتقدش انك بتهتم بكل ولاد الموظفين اللي عندك كده. عيب اللي انت بتقوليه ده، هو ده سؤال يتسأل برضو لهارون بيه؟ معلش يا هارون بيه، اصلها انت عارف تعبانه. وقاطعها هارون لما قال: لا مش بهتم بكل الموظفين اللي عندي كده، وانت بالنسبه لي حاجه خاصه، وقريب قوي هتعرفي كل حاجه. خلص هارون كلامه ومشي، ودلال بصت لبنتها بلوم وقالت: عاجبك كده؟ اهو باين عليه زعل، افرضي دلوقتي تخلى عننا ورمانا في الشارع، هنعمل ايه دلوقتي؟ حلم سكتت وبصت الناحية التانية وهي بتتناهد بضيق. وقفت شافكي وقالت: لا يا بنات، انا خلاص تعبت ومش هقدر، انا هروح اخد الدواء بتاعي وارتاح. ما تستني معانا، لسه في حاجات هنشتريها. والله يا شوشو، عشان خاطري ما تسيبناش دلوقتي، انا بحب اختار على ذوقك. انتم مفكرين اني لسه صغيرة قدكم؟ لا انا بقالي 4 ساعات بلف معاكم، خلاص تعبت. طب تعالي نقعد نتغدى وبعدين نكمل، بيري لسه ناقصها حاجات كتير. لا سيبوني مش هقدر، انا اتصلت على السواق وهو خلاص جاي ياخدني. خلاص يا خالته براحتك، وانت يا بيري سيبيها، هي فعلا شكلها تعبت. اوكي يا شوشو مش زعلانه، عموما تتعوض المره الجايه، هي لسه فيها مرات جايه. انسي، وبعدين الفرح خلاص باقي عليه ايام، اهتمي بنفسك بقى شويه. فكرتيني انا كنت حاجزه جلسه ساونه وتدليك، ايه رايك يا ريوان تيجي معايا؟ روحوا انتوا الاتنين سوا وانا همشي. سلمت شافكي عليهم ومشيت، واول ما خرجت من المول ما لقيتش السواق، اتصلت عليه وكان غير متاح وقالت: اوف، وده راح فين دلوقتي؟ هعمل ايه انا بس؟ خلاص امري لله، هركب تاكسي وخلاص.
مشيت شافكي علشان توقف تاكسي، وفجأة جت عربية بسرعة وخبطتها ووقعت في الأرض، والناس كلها اتجمعت حواليها. وعند عزيز اللي قفل التليفون وابتسم وقال: اهي شافكي، خلاص خلصنا منها، الدور والباقي على هارون وخالد. بس غريبة، يعني هارون مش ظاهر بقاله فترة، انا فكرت اخوه هيقوله على اللي حصل. انت نسيت كمال قال لنا ايه امبارح؟ سارح ورا عيلة صغيرة من دور عياله، هارون باين عليه خاب خلاص. انا كنت مراقب الفيلا اللي بيروحها، بس في حراسة هناك ومعرفتش ادخل. سيبك منه دلوقتي، هو اكيد هينشغل هو وخالد في اللي حصل لامهم. انت بقى كلم كمال وقوله عملت ايه في الورق اللي اتفقنا عليه. اتصل منير على كمال، وبعد دقايق قفل المكالمة وقال: خلاص كمال عرف يمضي الورق، والشحنة هتسافر بكرة الصبح. تمام، يبقى احنا لازم دلوقتي نطلع على هناك علشان نلحق ندخلهم المينا. وعند خالد اللي دخل مكتب عصام وقال: خير، في ايه؟ كلمتني وقلت انك عاوزني ضروري، احنا جات لنا معلومات مهمة ان البنات هتسافر في خلال يومين. ودي هتخرج من مصر ازاي؟ عن طريق شركات شحن، وانا عملت بحث وتأكدت ان هما مش هيخرجوا غير عن طريق واحدة من الشركتين دول، السيوفي جروب والصياد. تقصد شركة الصياد بتاعت هارون؟ هذا عصام راسه بتأكيد وقال: مظبوط، وعشان كده انا بعتلك، ولولا انا متأكد من اخلاصك كان ممكن اوافق الجهات انهم يستبعدوك من القضية، بس انا صممت لاني متأكد ان لو في حد من عيلتك ليه يد في الموضوع ده انت مش هتتردد وتسلمه. بس انا متأكد ان هارون ملهوش يد في الشغل ده، هارون مستحيل يشتغل كده. الورق قدامك والأدلة موجودة، وبعدين احنا لسه مش متأكدين، احنا عاملين دوريات تفتيش لكل عمليات الشحن اللي هتتم في الفترة الأخيرة، وهنعرف مين بالظبط الشركة اللي بتشتغل في النوع ده من التجارة. وانا بنفسي مش هسكت، هروح مكتب هارون دلوقتي وهدور بنفسي، لو لقيت حاجة تصدق كلامك مش هسكت، بس برضو لو هارون طلع مظلوم فهيبقى انتم مديونين لنا باعتذار وتكريم كمان. ما تزعلش، بس اثبت لنا بقى شطارتك، واثبت لكل اعدائك انك بتحقق العدل ولو فوق الجميع. وفي شركة هارون دخل كمال وقال: انا دورت على مين ماسك الشغل في مصر من بعدك، بس ما عرفتش اوصل، ولما سألت الجماعة بتاعتنا قالوا لي انهم موقفين الشغل في مصر. بص له هارون نظرة طويلة ووقف وقال: اللي اخد الشغل هو عزيز ابو المجد. اتصنع كمال المفاجأة وقال: ازاي الكلام ده؟ وليه ما حدش قال لي؟ مش قلت لك انك كبرت يا كمال وما بقتش قد الشغل؟ والله يا هارون بي انا شغال على قد ما اقدر، بس يظهر ان الجماعة ما بقوش بيثقوا فيك. ابتسم هارون بمكر وقال: صح، يمكن يكون عندك حق، روح انت دلوقتي وانا لما احتاجك هبقى اكلمك. كمال كان متوتر من نظرات هارون، وبعدين خرج لنهال وقال: هو هارون بي ماله النهارده؟ شكله مش مريح. نهال بصت يمين وشمال وقالت: في واحد كان شكله غريب، اول مرة اشوفه جاله النهاردة وقعد معاه مدة طويلة، وبعد ما خرج هارون بيه كان متعصب وفضل يزعق ويطلب مني ورق كتير، وبعدين انت جيت. كمال استغرب وقال: ما تعرفيش مين الراجل ده وكان جاي ليه؟ لا ما عرفش، بس انا اول مرة اشوفه. تمام، بقولك ايه، عملتي ايه في الورق الاخير؟ مضى ولا لسه؟ نهال طلعت ورق وقالت: هقام ده الحمد لله، ده انا كنت مرعوبة. كمال اخد الورق وقال: بلاش نتقابل اليومين دول في الشقة ولا حتى نتكلم كتير، هارون شكله بدأ يشك وانا عاوزه يرجع يثق فينا. ماشي، ربنا يستر. خلص كمال كلامه ومشي، وهارون كان قاعد في مكتبه قفل الشاشة بعد ما سمع وشاف كل حاجة دارت بينهم وقال: الظاهر انك طمعت يا كمال ولازم تاخد جزائك. قطع اتصال السواق اللي قال لهارون على حادثة شافكي. جري هارون بعدها بسرعة وخرج من الشركة، وفي نص الليل وقف منير مع عزيز وقال: البنات كلهم اتشحنت ومستنيين خروجهم من المينا، يعني كل حاجة تمت زي ما خططنا؟ اوعى يكون في غلطة كده ولا كده. هز منير راسه بالرفض وقال: غلطة ايه بس يا باشا، كل حاجة ماشية بالقلم والمسطرة. وفي حاجة كمان انا عرفتها، قول بسرعة، في ايه؟ البنت اللي هارون بيحبها ومقعدها في فيليتو طلعت واحدة من البنات اللي احنا كنا خاطفينهم وعملوا حادثة. عزيز اتفاجئ وقال: انت متأكد من الكلام ده؟ كمال لسه قايل لي من شوية بعد ما صمم انه ياخد مني فلوس زيادة، وماله، مش خسارة فيه، اخلص بس من شحنة النهاردة وفوق لهارون والبت اللي معاه. وقف هارون مع الدكتور وقال: للأسف دخلت في غيبوبة ومش عارفين هتفوق امتى. طب وايه سبب الغيبوبة دي وليه مش عارف هتفوق امتى؟ بس الكسور اللي في جسمها بسيطة، انا فحصتها بنفسي، اكيد انت عارفة يا دكتورة انها اخدت خبطة جامدة في الدماغ والشرخ اللي حصل في الجمجمة، وبالنسبة لسنها كويس انها فضلت عايشة. اتصرف يا دكتور، لازم تعيش، انا مش هسامح اي حد لو جرى لها حاجه. اهدى يا هارون، ده نصيبها والدكتور ما قصرش معاها.
الدكتور مشي وروان بصت لهارون وقالت مين عمل كده؟ هي قالت لي انها مستنية السواق هو اللي هيوصلها. ازاي خرجت بره المول من غير ما السواق يكون موجود؟ انا هعرف مين اللي عمل كده وهدفعه الثمن غالي قوي. عزيز ومنير وكمال كانوا قاعدين بيحتفلوا، وعزيز ضحك وقال مبروك علينا اول شحنة، عقبال اللي جاي. لا بس اللي جاي بره عني، انا خدمتكم مرة، ما عنديش استعداد اخون ثقة هارون تاني. ضحك عزيز بشر وقال ما تقلقش، المرة الجاية هتبقى عمولتك الضعف. اظن انت ما كنتش تحلم بده طول ما انت شغال مع هارون. اعطاهم دخول الضابط اللي قال مين فيكم عزيز ابو المجد؟ وقف عزيز وقال ايوه انا. في ايه؟ الضابط قرب منه وقبض عليه وقال انتوا التلاتة متهمين بالاتجار بالبشر والمواد الممنوعة. وقف كمال وقال ده مش حقيقي، انا مش معاهم، انا كنت جاي قاعد معاهم شوية وماشي. الضابط ابتسم وقال كل حاجة معانا بالادلة، بأمارة المخزن اللي لقينا فيه البنات دلوقتي، وبأساميكم انتم التلاتة. هاغبية هارون لعب بينا الكورة وانتم كنتوا واقفين تتفرجوا وبلعتوا الطعم بسهولة.